السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كاملين ملاح، نهار مزيان بكم ان شاء الله. حنايا اليوم ان شاء الله رانا في المغرب، العاصمه تاعها واللي هي الرباط. الفيديو هذا ان شاء الله راح نزوروا فيها المعالم الكبرى اللي في الرباط، من بينها ثلاث معالم نروحوا نشوفوهم. والمعلم الاول اللي راح نبداو به ان شاء الله هو اللي راه ورايا واللي هو قصبه الودايه. يلا ديكوفريوها معنا. تفكرت درتو ابوني في لاشين، صافي نمشي متهني. هيا يلا. انا في واحد البلاصه فوتو كوبي لشفشاون، صافي بلا ما تروحوا تشقاو وتضربوا 300 ولا 400 كيلو باش تشوفوها. هذه البلاصه اللي راني فيها جايه في قصبة الودايه، ودوك راح ديكوفريها معايا. يلا. هذه بلاصة لازم تسيب لتاي تاعها خاطر ذاك. وفي هذا المكان مثل الممثل الشهير توم كروز الفيلم تاعه. شفتوا شوف شنو جايه هنايا في الرباط برك ما كان لا تشقى 300 كيلومتر. بون دوكا نروحوا للصومعه تاع حسان. هما راح تشوفوا هذيك، هذه هي راح نضربوا طلق. وفي هذا المكان يوجد ضريح محمد الخامس وابنيه الاثنين الحسن الثاني ومولاه عبد الله. رانا في الصومعة تاع حسان، كان البنية نتاعها عند الفوق، ضرب زلزال هنايا عرفنا ولات في النص. واخا دابا دركا المنطقه الثالثه هي منطقه شاله، منطقه عريقه بزاف، ودركا نروح نديكوفريوها. خلصنا تيكي ب10 درهم. رانا في مكان يعود الزمن تاعو 6 قرون قبل الميلاد، حاجه اونسيه بزاف. مصطفى احكي لنا شويه على المكان. السلام عليكم. هذا المكان ومعروف بمدينه شاله، استوطنها الرومان 6 ديال القرون قبل الميلاد، ومن بعد في عهد الدوله المارينيه جات الدوله المارينيه وهم اللي بنوا هذا المسجد في وسط ديال المدينه، وكانوا يسكنوا فيها المارينيين لمدة، ومن بعد تحولت لمنطقة أثرية كيزوروها السياح. هذه اللي كتشوفوا قدامكم هي ساحة كانوا كيلتقيو فيها الأعيان ديال المدينة في العهد الروماني، كيلتقيو هنايا وكيتبادلوا الحديث بيناتهم.